بعد أن تكررت في المثنى هي الاحتجاجات المطالبة بالإفراج عن باسم الخشان تصل إلى بغداد وسط هتافات ولافتات تندد بالظلم الذي يتعرض له أصحاب الأقلام الوطنية. وقفتنا هنا وقفة طبيعية، وقفة نحاول بكل وسائل أن نقول للجنة التمييزية أن تعجل بإخراج هذا الناشط المدني وتعطيه رد اعتبار معنوي. هاي بداية الدكتاتورية، احنا عتبنا على السيد العبادي. ليه السيد العبادي؟ ماذا فعل باسم خزعل؟ شنو اللي سواه؟ بمجرد ما كشف ملفات الفاسدين يعتقل والناس الحرامية خارج السجون. لماذا وهل وإلى متى؟ استفسارات عديدة أطلقها المحتجون أمام محكمة الساعة لمعرفة الجريمة التي اقترفها الخشان غير كشفه للفساد والجهات التي تدعمه وسط مطالبات بإعادة النظر بالحكم الذي صدر بحق الخشان. أين هي الديمقراطية التي تتحدثون عنها يا حكومة الدجل؟ أين هي حرية التعبير؟ من يعبر عن صوته ويقول هذا فاسد يزج في السجون؟ لماذا؟ نطلب من القضاء النظر بهذه القضية لأنها قضية جائرة وأن الحكم فيها غير صحيح. استمرار التظاهرات في المثنى ووصولها إلى بغداد وقد تصل إلى محافظات أخرى ربما يجعل المسألة قضية رأي عام، خاصة مع رفض المحتجين سياسة تكميم الأفواه التي تتبعها بعض الجهات الحكومية. وقفة هي الأولى في بغداد للمطالبة بالإفراج عن الخشان ومنع سياسة تكميم الأفواه التي تتبعها بعض الجهات الحكومية، ولعل منع الصحفيين من تغطية هذه الوقفة يثير أكثر من تساؤل حول مصير الحرية وإبداء الرأي في العراق. مصطفى حمدي، قناة رشيد.